هو احنا هذا الموضوع ديال تزويد ساكنة اقليم وزان بالماء للاسف الشديد راه واحد التاخر كبير منذ ان اعطت الملك الانطلاقه ديالو سنه 2008 حقيقه يا شيء مؤسف جدا. وهادشي نبهني منذ سنه 2012 او لا قبل ان شاء الله على المستوى ديال المؤسسات الشرعيه في عده اسئله كتابيه شفويه لقاءات مع المسؤولين المركزيين كنقول المدير على المشروع كيعرف واحد البطء ديال التنفيذ. وهادشي وصلنا لليوم، اليوم الكل يجمع بان هناك فعلا تاخر كبير في تزويد الساكنه على مستوى الماء الصحي للشرب. حقيقه هذا الموضوع ما يمكنش نبقاو حتى حنا مكتوفي الايدي. حنا طالبنا على مستوى البرلمان بافاده لجنه ديال الاستطلاع لتحديد المسؤوليات من كان السبب الرئيسي. وكما قلت وكنعاود نكرر ان رغم التنبيهات ديالنا والتنبيهات الحاده لجميع المسؤولين والقطاع الوسيط لهذا المشروع، كذلك انه الان خص واحد يعني حل مستعجل لتزويد الساكنه، لان الساكنه مابقاش كتقدر تنتظر والوضع قابل للانفجار. كما قلت سابقا الوضع قابل لا يحتمل يعني المزيد من التاخير. الهدف هو انه خص فعلا يعني المجهود يدير مضاعف، يدير مجهود مضاعف لمعالجه هذا الوضع وتزويد الساكنه في القريب العاجل بالماء الصحي للشرب. هناك كاين بعض ربما ديك التعرضات ديال الساكنه الى غير ذلك، ولكن خص الاداره تجلس مع الناس وتشوف علاش وتقلب على الحلول المناسبه لتفادي هذه المشاكل وتزويد الساكنه بالماء الشرب. كيفاش شفت السي عزيز التدخل الامني الاخير ضد المحتاجين اللي جاو كيطلبوا غير بالماء في العائلات وزان؟ هو التدخل انا في نظري غير مقبول، وانا صفت رساله مستعجله للوزير الداخليه كنطلب منه انه عرفوا شنو الاسباب الكامنه وراء التدخل العنيف، لانه اليوم ولا بقينا ندخلوا بهذه الطريقه راه غنفقدوا الثقه في كل شيء. يعني المواطن ذاك يفقد الثقه في المؤسسات ديالو، وما بغيناش نوصلوا انه المواطن كذلك يفقد ثقته في رجال الامن. يعني انا في نظري الطريقه المثلى هو الحوار، انصات المواطنين، البحث على الحلول المناسبه، ولكن التدخل بك الطريقه راه غير مقبول. وانه كنقول وكنكرر انه خص يتحمل المسؤوليه ديالو كل من ثبت تورطه في هذا الوضع. الناس ما تيطلبوش شي حاجه المستحيل، كيطلبوا الماء. يبطل الماء راه من ضروريات الحياه، حق ماشي غير حق، اكثر من حق. يعني حنا كل مسؤول اللي تم يعني المعرفة ديالو كان في سبب ديال التأخر في هذه المشاكل إلا وخصو يكون محاسب. وأنا كما قلت هنا في هذا اللقاء أنه جاء ضروري تفعيل المبدأ الدستوري ديال رد المسؤولية بالمحاسبة. ما يمكنش المواطن أنه تعطلني 8 سنين بلا ما وأن الأمور تدوز في هكذا مرور الكرام. خص تحديد المسؤوليات في جميع الأمور، وأنا كنرفض رفضا تاما يتم التعامل مع الساكنة مع الوقفات الاحتجاجية بالمقاربة الأمنية. المقاربة الأمنية ما كتعطيش الأكل ديالها، المقاربة الحقيقية والصحيحية هي الحوار ثم الحوار والالتزام. أنا الإدارة ملي نعطي واحد الكلام للناس خصني نلتزم، ولا قلت لك ندخل لك المهم دابا شهر شهرين خصني نلتزم. وأنا أي واحد ما التزمش بالكلام ديالو والمسائل ديالو أنه خص المتابعة. وفي هذا اللقاء ديالنا اليوم بهاد جميع المسؤولين كذلك اتفقنا على انه ضروري خصو يكون واحد المحضر موقع اللي محضر اللي كيتبت له هذه الوقائع كامله كما قلنا باش ندوزو للمرحله الثانيه هي ديال تحديد المسؤوليات واتخاذ ما يلزم ان شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا. تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديرو جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.